نعيم، أنت الآن على الهواء مباشرة على التلفزيون العربي. كنت أسألك عن الوضع الذي وصل إليكم بعد مجزرة مدرسة التابعين، لو تصف كيف هي التحديات التي تواجهونها الآن؟ نعم، حقيقة اليوم من أصعب الأيام اللي مرت علينا في خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 300 يوم. منذ موعد الفجر في حوالي الساعة الخامسة وصل إلينا عشرات من الجرحى والشهداء في طبعا هذا التحدي كبير للمستشفى، المستشفى أصلا إمكاناته بسيطة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الجرحى والشهداء. حتى اللحظة تم تكفين ما يقارب 80 شهيد وما زال الأعداد في تزايد. كما انه فقدنا في المستشفى من الجرحى 4 أو 5 بسبب صعوبه حالاتهم، اغلب الحالات هي حالات بتر وتقطيع وحروق كامله او 50 أو 60%. نعم، ولهذا يعني الوضع حقيقه كارثي وخطير، الامكانات محدوده، يعني ليس لدينا بعض الامور البسيطه مثل مستلزمات الغيار اليومي والعادي. هذه الحالات البتر والحروق تحتاج الى كميات كبيره من مستلزمات الغيار وغيرها مما يصعب الحاله. طبعا الطواقم كلها سديناها من بيوتها اللي على المناض وغيره، لكن عدد الطواقم الموجوده محدود جدا. بالفعل نستطيع ان نغطي الحالات الحرجه، يعني نعمل 4 غرف بشكل كامل الغير كل الحالات الغير طارئه، ويعني الفريق يعمل لانقاذ ما يمكن انقاذه، لكن للاسف قبل قليل استشهد معنا احد الجرحى على طاوله العمليات، والحالات الاخرى ما زالت تنتظر وقد يزداد عدد الشهداء في كل لحظة. إذن وصل رسميا 80 شهيد، وأيضا فقدتم الذين تم تكفينهم وتجهيزهم، ما زال الشهداء بيصلوا تباعا. وكذلك كما قلت من الجرحى الذين وصلوا منذ الفجر إلى المستشفى يستشهد واحد تلو الآخر بسبب تعقيدات الموقف، الطواقم محدودة، الإمكانيات محدودة، الحالات صعبة جدا، الحروق يعني قبل قليل وصلني حاله حرق 100%، هذا طبعا قدره يعني طبيا محتوم انه سيستشهد. طفل عمره 16 سنه بس في الاطراف الثلاثه مع اصابه بالغه في البطن استشهد على الطاوله. الوضع حقيقه كارثي، من اصعب الايام التي مرت علينا منذ بدايه الحرب. يعني انتم كم حاله يمكنكم التعامل معها، او لو تطلعني حتى على عدد الاسره، يعني الاطباء الذين يقدرون على التعامل مع هذه الاوضاع؟ غرف العمليات وسعناها الى 4 غرف، الـ4 غرف شغاله متواصل، بنحاول نعمل بعض من بعض الحالات قسم الاستقبال. الاسره اصلا ممتلئه من السابق، اضطرينا من الصباح تخريج مرضى بشكل مبكر لتطلع حضور بصحتهم، لكن مضطرين لتفريغ المستشفى لاستقبال هذه الحالات. فرغنا اكثر من 15 مريض يعني قبل موعد خروجه لان حالاتهم مستقره نسبيا، وهكذا هذا هو الامر. يعني اضطريتم الى اخراج مرضى بالنسبه لكم ليست حالتهم اولويه مقارنه بالجرح؟ يحتاج الى متابعه في المستشفى، لكن حالتهم نسبيا مستقره، لان احنا مضطرين نعمل نوع من التصنيف حسب الأولوية حسب الخطورة. في بعض الحالات اضطرينا لتركها لقدرها نتيجة أن حالتها ميؤوس منها، وبعضها دخلت العمليات وما زلنا يعني نتابع كل حالة بعد الأخرى. يعني أنتم تضطرون إلى ترك حالات لأنكم يعني تواجهون حالات أصعب، في حين ربما الحالة الأولى أيضا ما زالت محتاجة إلى علاج. حالات هناك في أمل في إنقاذها ولا تحتاج وقت كثير، نضطر نأخذها في البداية. الحالات الصعبة والمعقدة والميؤوسة نسبيا اللي تحتاج لوقت كبير ومجهود كبير نضطر لتأجيلها لإنقاذ أكبر من الحياة. نعم، إذا في هذه اللحظة ما هي أهم الاحتياجات؟ طبعا مرتبط، هذا مرتبط طبعا بعدم توفر الكادر وعدم توفر الإمكانيات. لو كان في عدد أكبر هذا أكبر طواقم طبية جراحية لمكن من فتح غرف أكبر، لكن للأسف بسبب محدودية الإمكانيات بسبب عدم توفر المستلزمات الناتج عن الاغلاق المتواصل على شمال قطاع غزه، عدم توفر كما قلت ابسط الامكانات الشاش والقطن والغيار، امور بسيطه جدا يعني قد نفقد حياه ناس. نعم، هذا ما كنت اود ان استطلع معك، يعني ما الذي تحتاجونه الان سواء من ناحيه الكادر الطبي او الامدادات الطبيه؟ نحتاج كميات كبيره من الدم، لانه اغلبهم بياتي قد نزف نسب كبير،
نحتاج الى مستلزمات الغيار الطبي المعقم، نحتاج الى كذلك مستلزمات جراحه العظام من مثبتات خارجيه، نحتاج طبعا طواقم لانه حقيقه الشمال محروم من وصول وفود بعدد محدود جدا، وصل وفود طبيه مسانده، وهذا يرهق الكاهل الطاقم الموجود منذ 10 شهور يعمل بدون كلل، بدون يعني بدون توقف، وهذا يتعب ويرهق الكاهل ويطلق قدره على العطاء اقل بكثير من بدايه الحرب. ونحن نحتاج الى دعم من خلال وفود طبيه متخصصه تحضر شمال قطاع غزه لمساند الطواقم الموجوده والمساعده في انقاذ هذه الجرحى. قلت انه منذ بدايه هذه الحرب تمكن بعض المتطوعين من الوصول اليكم الى الشمال للمساعده، هل هذا الامر ما زال متاحا؟ بشكل محدود جدا، وصل 3 أو 4 وفود الى مستشفيات شمال قطاع غزه، لكن في العموم بالمقارنه مع ما يصل الى جنوب قطاع غزه عدد محدود جدا والحاجه عاليه وكبيره جدا. نعم، إذا لو سمحت لي دكتور فضل تذكرني بعدد الشهداء إجمالا فضلا عن الذين تم تكفينهم، يعني حتى نفصل الأرقام بدقة. ليس لدي رقم نهائي، ليس لدي رقم نهائي، ما زالت طواقم الإنقاذ تنقل الجثمين إلى المستشفى، وكما قلت عدد الشهداء بيزداد لحظة بعد ثانية من بين الجرحى الذين وصلوا المستشفى، ما تم تكفينهم ما يقارب 80 شهيد، لكن كما قلت ليس لدي رقم نهائي، وما زالت طواقم في خارج العمليات، في قسم العمليات مشغول بالصباح، ما زالت تعمل طواقم خارج العمليات في احصاء وعدهم، بعد ساعات ممكن تكون احصائيه نهائيه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور فضل نعيم مدير المستشفى المعمداني، كنت معنا من المستشفى في مدينه غزه.